مساء الخير على حضراتكم. سعداء جدا الحقيقه في المشاركه النهارده في معرض كايزك في نسخته الثانيه. حقيقه شركات كتير جدا من الشركات المتخصصه في مجال الامن السيبراني موجودين في المعرض السنه دي، وده اللي بتشارك الحقيقه بفريق كبير جدا داخل المعرض، بنعرض احدث الحلول اللي بنقدمها في مجال تامين المعلومات والامن السيبراني. منتظرين حضراتكم، شرفونا كل البارتنرز، كل الكاستمرز، كل الكونسلتنت، يا ريت شرفونا النهارده على مدار اليوم وبكره باذن الله نتعرف اكتر على الحلول اللي بنقدمها داخل شركه دل. في ندوات وفي ورك شوبس مختلفه، في تفاعل حابين ان يحصل بيننا وبين حضراتكم، منتظرينكم ان شاء الله، ما تفوتوش الفرصه دي.